أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 1920 نزيلاً تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم. يأتي القرار بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا ارتفعت تكبيرات عيد الفطر المبارك بين جنبات مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، فقد حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلاة العيد داخله في إطار منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد في أحد محاورها على إحياء المناسبات وإقامة الشعائر الدينية، وفي حضور عدد من قيادات قطاع الحماية المجتمعية وشيوخ الأزهر الذين قدموا التهنئة للنزلاء، كما قدم عدد من رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد. نحن قد أدينا صلاة العيد اليوم مع النزلاء لكي يشعر النزلاء كما يشعر ذويهم أنهم يؤدوا الصلاة في وسط الناس وفي وسط جموع الناس ويشعرون بشعيرة الله سبحانه وتعالى. كنت بصلي بحرية في جامع واسع في مكان محترم، كلام كويس بجد، احنا اتبهرنا بالحاجة الكويسة اللي شفناها هنا. فرحة العيد امتزجت مع فرحة المفرج عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لعام 2023 بشأن الإفراج عن المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، حيث تم الإفراج عن 1920 نزيلاً. كلمة شرف واتحققت لما الإيدين اتعلمت إزاي تواجه الظروف. لأول مرة تحتضن قاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان احتفالية بالمفرج عنهم الذين عبروا عن شكرهم لرئيس الجمهورية ولوزارة الداخلية على النقلة النوعية التي تشهدها المنظومة العقابية في مصر، والتي قومت سلوكياتهم وساهمت في تأهيلهم وفق برامج إصلاحية متطورة بهدف الانخراط في المجتمع. تعلمت ازاي اقرا وازاي اكتب، والحمد لله اللي انا اخرج اعرف اعلم بنتي واربها كويس. انا ما كانش معايا شهاده، اخدت شهاده مهومة من هناك. واحد مش معاه صنعه بيتعلم بيطلع من هناك بني ادم كويس. انا اتعلمت الشغل اليدوي وان شاء الله اطلع أعمل الشغل ده بره وأعلم بناتي. طبعاً مراكز الإصلاح والتأهيل أهلتنا نطلع إنسان جديد تاني ونشوف أهلينا ونطلع للحياة تاني، ونشكر سيادة الرئيس وكل سنة وأنتم طيبين. وجاء الإفراج عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعد عقد لجان العفو اجتماعاتها والاطلاع على ملفات النزلاء لمعرفة من تنطبق عليهم شروط العفو، والتي أسفرت عن الإفراج عن هؤلاء الذين عبروا عن فرحتهم بالإفراج وبقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أهلهم وذويهم. أنا بشكر ربنا الأول فوق كل حاجة إنه الحمد لله أنعم علينا بنعمة العفو الحمد لله، وبشكر برضه الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي فرصة جميلة إن أنا يعني ما أرجعش طبعًا لأي غلطة تاني، إن أنا ممكن إن أنا أقدمها تاني. أنا فرحانة إن أنا خارجة ولولادي وعايد معاهم وأقضي معاهم العيد، وبشكر سيادة الرئيس إن هو خرجني في العفو عشان اكمل تربيه ولادي صح واعلمهم واربيهم. فرحتي فرحتين ان انا مروح لاسر اهلي وناسي، والحمد لله اتعلمنا حاجات كتير. والله انا هكون مبسوط ان انا اطلع عايش مع وسط اسرتي وعايش انسان جديد. ينتظر المفرج عنهم حياه جديده عقب الافراج بعدما تعلموه داخل مراكز الاصلاح والتاهيل، لكن تبقى فرحتهم كبيره بهذه اللحظه التي يلتقون فيها مع ذويهم عقب خروجهم من بوابات مراكز الاصلاح والتاهيل، ليبدأوا من جديد مبتعدين عن كل سلوكيات خاطئة. فالتوسع بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة. أنا مش مصدق أن الأيام المفترجة دي العيد بتاعنا والفرحة بتاعتنا هتبقى فرحتين. أنا بشكر السيد الرئيس اللي فرح جميع الشعب المصري بالعفو النهاردة. كانت أحلى فرحة والله، أول ما سمعنا أن أخويا طالع وفرحنا جامد والبيت كله كان فرحان. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان اخويا طلع موجود معانا. وهرد للبلد الجميل واقدر اخطي المستحيل.